السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومع معكم فضيلة الدكتور أسامة سليمان. أهلا مرحبا يا دكتور. حياكم الله شيخ، بارك الله فيكم وفيكم، بارك الله ومتعكم الله بالصحة والعافية. الله يبارك فيك. اللهم أمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نعتذر عن التأخير، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، ونحن في انتظار صلاة حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ الدكتور أسامة سليمان من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونبدأ بها مع هذه الصفة من صفات عباد الله المتقين، والله يحب المحسنين. نعم. تحدثنا في اللقاء الماضي أو في اللقاءات الماضية مع فضيلتكم شيخ الكريم عن صفات عباد الله المتقين في سورة البقرة، في بداية سورة البقرة، والآن نحن في صفات عباد المتقين من خلال سورة آل عمران، ووقفنا عند هذه الآية الكريمة: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وخاتم رسل الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وله وبعد. الإحسان عرفه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام أنه أعلى مراتب الدين: الإسلام، الإيمان، الإحسان. فلما سأله جبريل ما الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن الإحسان في الدين هو أعلى مراتبه: الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان، الذي هو اليقين والقرب من الله تبارك وتعالى. والإحسان إلى الخلق هو أعلى مراتب المعاملة مع الخلق، أعلى من العدل. العدل أن أعطيك بقدر ما أخذ، الإحسان أن أعطيك أعلى مما أخذ. والإحسان أيضا أن تقابل الإساءة بمعروف، ولذلك الحديث يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. نقف على كلمة على كل شيء. إذن الإحسان إلى كل شيء هو الأصل في المعاملة. الإحسان إلى الوالدين، قال تعالى: وبالوالدين إحسانا. نقف هنا، كيف نحسن إلى الوالدين؟ ما هي صور الإحسان إلى الوالدين؟ وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرة. ألا تحد نظرك في وجه أبيك وأمك، أن تنظر إليهما وألا ترد عليهما، وأن تطأطئ الرأس بين أيديهما، وأن تحسن إليهم إليهما كما رباك في الصغر. فالإحسان إلى الوالدين هو برهما، بر زائد، مش بر يعني، لا، ده بر أكثر مما ينبغي، هذا هو الإحسان. وبالوالدين إحسانا وبذي القربة. والإحسان إلى ذي القربة أيضا كما قال ربنا تبارك وتعالى: والإحسان إلى اليتامى، والإحسان إلى المساكين، والإحسان إلى الجار، والإحسان إلى النفس، والإحسان إلى كل الكون، حتى الذبيحة التي تذبحها يجب أن تحسن إليها. فإذا ذبحت ذبيحة فأحسن إليها بإيه يا شيخ أحمد؟ بأن يحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حتى الإحسان إلى الذبيحة، والإحسان إلى النبات، والإحسان إلى الحيوان، والإحسان إلى الذمي من أهل الكتاب، والإحسان إلى الأسير. الإحسان كتبه الله تبارك وتعالى على كل شيء في معاملتنا مع بعضنا البعض، ولذلك هذه مرتبة من أعلى المراتب التي إذا اتصف المرء بها كان عند الله عز وجل من المقربين، وذلك قال: والله يحب المحسنين. اللهم اجعلنا منهم. نواصل بعد هذا الاتصال إن شاء الله تعالى. أم عمر، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أختنا، اتفضلي. لو سمحت يا أستاذ الشيخ على شيء. نعم اتفضلي. لو سمحت يا شيخ، أنا يعني إيه بصوم اثنين وخميس على طول. ما شاء الله. وبعدين يعني إيه عليا مثلا أيام رمضان وكده، فعادي أصومهم يعني بدون نية، يعني إن أنا بصوم اثنين وخميس من ثلاثة مثلا من رمضان والباقي كده يعني، ولا لازم بنية؟ حاضر. ولو كنت صمت الايام دي اصوم وعيد تاني بنيه ولا ايه؟ ولا هو كده خلاص؟ صمتي بدون نيه يعني صمتيها نافله دون ان تنوي القضاء؟ يعني انا بصوم على طول يعني اثنين وخميس، فقلت ايه يعني اصوم مثلا اللي عليا. طيب وبعدين واضح يعني واضح سؤالك. في سؤال تاني يا ام عمر؟ فامان الله. ام محمد السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا اختنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا، اتفضلي. عندي ثلاث أسئلة لو سمحت. نعم. السؤال الأول، أنا بسأل، إحنا بنحفظ قرآن في الدور الثالث، وتحتينا مستشفى والمسجد الأساسي بتاع الرجال في الدور الأرضي. فالأخت اللي بتحفظنا الدور ده أنا سألت، قالوا ما ينفعش تطلع عشان تحتينا مستشفى بتحجز الإمام، فهل ده صح ولا غلط؟ حاضر. السؤال الثاني. اتفضلي. انا بصلي وانا واقفه بس عند السجود بقعد على كرسي، فعايزه اعرف وضع الكرسي ايه بالظبط بالنسبه للجماعه لما بصلي وانا واقفه بس ساعه السجود بس بقعد على الكرسي، وضع الكرسي ايه بالظبط؟ حاضر. السؤال الثالث. نعم. ايوه يا استاذ احمد. اسمعك اتفضلي. عايزه اعرف، بيقولوا الثواب اما نيجي ندعي للميت، هل الثواب بيبقى اكتر لما خصص له الواحد الدعاء او لمجموعه تبقى هي نفس الثواب؟ حاضر. الله يرحم الجميع. فامان الله. معانا اتصال ثاني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا مرحبا يا اختنا، تفضلي. اهلا بحضرتك. لو سمحت اسال الشيخ. نعم. زوجة دعاها زوجها فامتنعت عنه بسبب إيذائه لها. امتنعت عن زوجها بسبب الإهانة إليه. فهل هي تقدر لعنة الملائكة طول الليل حتى تصبح؟ ولا إنه هترضيه ولا يبقى مش عارفة؟ حاضر. أصلح الله أحوال المسلمين. والحاجة السؤال الثاني يا شيخنا. اتفضلي يا فندم. انا بحفظ ولادي القران ما شاء الله، في ايام العاده الشهريه ازاي احفظهم وانا ممنوع عن ان امسك المصحف؟ حاضر. فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معنا اتصال اخر يا شباب. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب عاودوا الاتصال. نعم شيخنا الكريم. الإحسان صفة يحبها الله عز وجل. نعم. والله يحب المحسنين. لكن هذه صفة عزيزة إلا من رحم ربنا عز وجل. صحيح. فكيف نكتسبها؟ يعني مثلا نأخذ صور من صور الإحسان. الإحسان إلى اليتيم، اليتيم الذي عرفه العلماء بأنه من مات أبوه ولم يبلغ الحلم، هذا اليتيم يحتاج منا إلى إحسان. كيف نحسن إلى اليتيم؟ الإحسان إلى اليتيم يكون بكفالته وتربيته وتعاهده والرفق به وتعاهد مسائله وأحواله والمسح على رأسه وشعوره بأن الأب لم يمت. أين الإحسان إلى اليتيم في مجتمعنا؟ بل الإحسان إلى المريض، يعني المريض الذي مات، الذي مرض يحتاج إلى أن تحسن إليه في ضعفه وعجزه، فتشفق عليه وتعوده. تعوده إشارة، مش زيارة المريض، بل عيالة المريض، عيالة يعني العود، تكرار. طب كيفية الإحسان إلى الموتى بما أن حضرتك يعني قلت بالضبط. إلى الميت، أي الميت يعني. كيف نحسن إليهم شيخي؟ أول إحسان ونحن نتجاهله هو الموتى يا شيخ أحمد، ألا ننساهم الدعاء. فالدعاء يفرج كرب الميت في قبره. وكثير من إخواننا قريبنا أبائنا أمهاتنا موتى ونحن جميعا لا نتذكرهم بدعوة واحدة، وهم أحوج ما يكون إلى هذه الدعوة وأن تزوره في قبره. ألا إني كنت نهيتكم وأن تود من كان يوده في حياته، كل هذا من باب الإحسان إليه. وأن تكون على عهده ووصيته التي أوصاك بها من باب الإحسان، وأن لا تنسى ما
كان يفعله حال حياته معك. نعم. هذا من باب الإحسان. الإحسان يكون مع الله عز وجل. أي نعم. ويكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. ويكون مع الناس. مع الناس. ويكون مع الأهل. بالضبط. ومع الجيران ومع الدنيا كلها. مع كل شيء. نعم شيخنا الكريم. هذه الصفة تحتاج إلى تدريب، يعني الإنسان يحتاج أن يدرب نفسه عليها. هو الخلق كله بالتخلق. تعلم يحتاج إلى أن يحسن إلى الناس، حتى الإحسان في مقابلات الآخرين، أن تتبسم في وجهه، وأن تحترم فارق السن بينك وبينه، وأن تلين له الحديث، وأن حتى اللفظ، كل عبادي يقول التي هي أحسن، وقولوا للناس حسنا. تخير من الألفاظ الألفاظ الحسنة، لا تكن سبابا ولا لعانا ولا بذيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان يحسن إلى من؟ كل من جاء إليه فعمله بالإحسان عليه الصلاة والسلام. حتى في العطاء يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وما رد هذا سائل صلى الله عليه وسلم. تعرف الحديث الذي الرجل كان النبي كان يرتدي شملة حديثة صلى الله عليه وسلم مهداة إليه، فقال صحابي أعطني إياها يا رسول الله، والنبي لم يقل لا في حياته لأحد، صلى الله عليه وسلم فخلعها وأعطاه. فلامه الصحابة عتبوه، فقال إني أخذتها رجاء أن أكفن فيها بعد موتي. فهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لنا سيدنا أنس يقول. طب هل يكون أخذها بسيف الحياء؟ ونسمع دائما يعني سيف الحياء هذا شيء أخذ بسيف الحياء، ولكن بعد هذا الاتصال. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا يا أختنا، تفضلي. بعد إذن حضرتك كنت عايز أسأل شيخنا الفاضل، يجوز إن أنا أضع الأموال في بنك فيصل الإسلامي، والفوائد ينفع الفوائد أجيب منها أكل وشرب الأولاد كده؟ حاضر، ماشي، جزاك الله خير وإياك. السلام عليكم يا أختنا. السلام عليكم، تفضل يا فندم. السلام عليكم. أم ياسر مين ولا مين معانا؟ تفضل يا فندم، عليك سلام الله وبركاته. السؤال لحضرتك يا سيدنا الشيخ، دلوقتي أنا شغالة تبع جهة حكومية، تبع نقابة والكلام ده، فهم عايزين دليل اشتغال. الدليل اشتغال ده عشان أجيبه ممكن هحتاج قلة موظف على حاجة أنا ما عملتهاش، أو ورق أنا ما خلصتوش بالفعل، ابتدائي عشان يثبت إن أنا بشتغل في المهنة دي. يعني الكيفية ازاي يا أختنا؟ أنا دلوقتي مثلا زي نقابة المحامين كده، المفروض إن أنا أجيب محاضر جلسات، وأنا الجلسات دي ما حضرتهاش بالفعل، هيتضاف اسمي فيها في سنين أنا ما اشتغلتش فيها، فكده ده يبقى حرام أو تزوير، ولا ده عشان أثبت بس حقي في إن أنا شغالة فعلا؟ تمام، حاضر. يعني أنت ما مارست المحاماة وتريدين أن تكوني عضوة في النقابة، وتحتاجين إلى هذه الورقة. أنا لسه كده في الفترة دي أنا ما اشتغلتش، فأنا لو ما ثبتتش السنتين دول قضي عليا كل السنين اللي أنا اشتغلتها قبل كده. نعم، تمام، واضح الكلام، حاضر. السلام عليكم. شكرا. في أمان الله. السلام عليكم. وعليكم السلام، السلام عليكم. أهلا ومرحبا. بنتي ولدت قبل رمضان ب10 أيام. ما شاء الله. وطبعا ما صامتش رمضان. طب لما يجي رمضان اللي جاي وهي لسه ما عوضتش رمضان اللي فات، لان صحتها كمان مش قد كده، وبنتها لسه معتمده على دايتها، هل هتدفع كفاره لو دخل عليها رمضان اللي جاي وهي لسه ما صامتوش؟ هتدفع كفاره عشان لسه ما خلصتش رمضان اللي فات؟ يعني هي هتصوم ان شاء الله، تصوم رمضان اللي جاي ان شاء الله، هتدفع كفاره رمضان اللي فات عشان لسه ما خلصتوش؟ سؤال واضح يا اختنا، في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، الموقف اللي حضرتك ذكرته لهذا الصحابي الجرير رضي الله تعالى عنه وارضاه، انه اخذ عباءه النبي صلى الله عليه وسلم ليكفن فيها. اي نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمنع شيئا عن احد صلى الله عليه وسلم من كرمه ومن احسانه. نعم. فهل هذا الشيء اخذ بسيف الحياء؟ لا طبعا، سيف الحياء يعني صح، الذي يعطي يعطي وهو لا يريد ان يعطي، يمنعه أن يقول لا الحياء، وما كان هذا خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعطي راضيا ولم يعطي وهو يعني يريد أن يمنع. أن تأخذ الشيء بسيف الحياء يا شيخ أحمد معناه أنك ليس عندك رغبة في العطاء، لكن حياؤك يدفعك إلى أن تعطي. يعني زي ما بنقول كده احنا بالدرجة، أحرجني أنا ما كنتش أريد أن هو لا أريد، هو لا أريد بقلبي. نعم. ولا أريد بإرادتي، لكن هو يعني استغل حيائي، وأنا حياء، والحياء لا يأتي إلا بخير، والحياء من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك مر على رجل يعظ أخاه في الحياة قال دعه فإن الحياء خير، حياء. ولذلك الحياء نوعان، حياء يدفعك
إلى أن تستبعد تبتعد عن المعاصي وتعامل الناس بإحسان، وحياء كذلك يجعلك ضعيفا بين الناس وتفقد حقوقك. لا، هذا ممنوع مذموم. يعني من أراد أن يعامله الله عز وجل بالإحسان أين؟ فعليه أن يكون محسنا، محسنا ويتخلق بهذه الصفة، يحسن الآخرين ويحسن كما أننا نريد أن يعفو الله عز وجل عنا. نعم، فنعفو عن الناس. يعني حتى الإحسان مع الضيف، إذا جاءك ضيف كيف تحسن إليه؟ تحسن استقباله، تهش في وجهه، تحسن مجلسه، تقوم على خدمته، ألفاظ المؤدبة، يعني حياء مع استحياء. وهذا هو يعني إذا أردنا أن نتحدث مقام الإحسان في كل شيء، كل شيء كتب الله عليه الإحسان. الله أكبر. وهذه عبارة تشمل كل نعم. كل أنواع الإحسان. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم المسلمين والمسلمات من المحسنين الذين يحبهم الله عز وجل ويحبهم رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. أم عمر تصوم الاثنين والخميس وعليها أيام من رمضان الماضي، فهل لها أن تحسب ما صامته من اثنين والخميس بلا نية، نية قضاء؟ لا، بأثر رجع شيخ كريم. الصيام القضاء، صيام القضاء لا بد فيه من اشتراط النية، من لم يبيت النية من الليل قبل فلا صيام له. يعني أنا صمت الاثنين ثم بعد ذلك أريد أن أعتبره من القضاء، لا يجوز، لا بد أن أنوي قبل الصيام. نعم. والنية تسبق العمل، لا بعد العمل، ليس بعد العمل. جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك. أختنا يعني تحفظ قرآن، القرآن الكريم في مصلى النساء، تحت مصلى النساء مستشفى، تحت المستشفى مصلى مسجد الرجال، يعني فما حكم التحفيظ والحفظ في هذه المصلى؟ لأن البعض شكك الأخوات في هذه الدار. أو ليس هناك الحفظ. ليس هناك حرج على الإطلاق، لأن هذا مكان وقف للصلاة فيه وخصص لصلاة الأخوات، سواء كان فوق مستشفى فوق. هل العلة يعني اللي قالوا لهم ما ينفعش تحفظوا في المكان ده عشان في مستشفى تحتهم؟ فيش أي مشكلة على الإطلاق، ليس هناك مشكلة على الإطلاق، ليس هناك مشكلة أصلا شرعية. يعني لا تعنت من أي نعم، يريدوا أن يمنع، حجر واسعا، نعم، يضيق ويحجر واسعا. نعم، نعم، نعم. أصلي وأنا واقفة، شفاك الله وعافاك يا أم محمد، لكنها عند السجود تجلس فتسأل عن وضع الكرسي في صلاة الجماعة. أين يوضع الكرسي؟ ودي نقطة خطيرة، أنك تضع الكراسي في أطراف الصفوف حتى لا تعرقل حركة السجود من الصفوف الخلفية. يعني الإخوة الذين يجلسون على الكراسي أضع الكرسي، يجعل الكرسي بحيث إذا قام يكون موازيا للصف، بحيث لا يتقدم على الصف، لأن تكون في السجود فقط، في السجود فقط إيه؟ تجلس على الكرسي. طيب، هي تقوم موازية للصف، صحيح هذا الكلام؟ ثم نعم. إذا جلست تجلس ولا تعرقل من خلفها عن السجود، فيكون الكرسي فين؟ في أطراف الصفوف. جزاك الله خير دكتور أسامة. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا يا أختنا، تفضلي. لو سمحت حضرتك، كان عايز أنا سألت امبارح إن حكم القنوات اللي فيها أغاني أطفال، فالشيخ رد علي وقال لي في قنوات بدون إيقاع. انا في قنوات اصلا البذل الايقاع دي ساعات فيها بعض اغاني بايقاع، والكرتون الاطفال لا يخلو من الموسيقى، اعمل ايه يعني؟ اتفرج اصلي عليه؟ معلش. حاضر، في امان الله. ومشاهد، السلام عليكم. السلام عليكم يا مشاهد. السلام عليكم، اتفضل يا فندم. ممكن اسمعك على فضيله الشيخ سؤالين؟ ايوه نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل سؤالين فضيلة الشيخ؟ تفضلي يا أختنا. لو سمحت، أول سؤال، دلوقتي أنا في قرايب زوجي بيتصلوا يعني يطمنوا عليا وكده، يعني شباب صغيرة بيعتبروني زي والدتهم وكده، فبيطمنوا عليا، بيحتاجوا مني نصايح أو كده، وبيكلموا بنتي يعني عروسة بيتكلموا معايا، هل حرام إن أنا أكلمهم يعني، أو أكلم مثلا أبقاهم ويجي مثلا يطمنوا عليا او على زوجي او عيالي؟ هل ده في شيء من المحرم او حرام ان هم يتكلموا؟ والاتصالات والزياره ام الاتصال فقط؟ اخبارك ايه؟ طيب، هل ده حرام شرعا؟ حرام لما عندما ياتون او يتصالوا ساعات بيكون الزوج موجودا، الزوج بيبقى موجود يا مشاهد. طيب، بتكون والدتي موجوده، يعني قاعده في والدتي. ايوه، بتكون والدتي موجوده. حاضر، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم دكتور أسامة متعكم الله بالصحة والعافية. عندما يعني الإنسان يقرأ القرآن أو يدعو للميت، هل يدعو للميت ويقول اللهم اغفر لأبي، أم يقول اللهم اغفر لأبي ولأمي وللمؤمنين والمؤمنات والأحياء، يعني يدعو للمسلمين وللموتى عموما شيخي كريم، الموتى المسلمين؟ أي نعم. ولكن بعد هذا الاتصال أستاذ سيد، السلام عليكم أستاذ سيد. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا مرحبا يا أستاذ سيد، كيف حالك عم الشيخ؟ في نعم والله الحمد لله رب العالمين. الله تفضل. إني أحبكم في الله. أحبك الله، دي أحبتنا في، جزاك الله خير. الشيخ قدام الله إني أحبكم في الله. ربنا يبارك فيك. أحبك الله. عم الشيخ شعبان درويش، ونحن أحبكم جميعا أخي سيد، جزاك الله خيرا، متعكم الله بالصحة والعافية، تفضل. بعد إذن حضرتك، في عندي سؤال، بس هي الوساطة بين الشركات والعمالة، إن أنا أبقى وسيط بين الشركة وبين العمال، وهاخد نسبة من المرتب العامل، يعني ما يقارب مثلا 8% 10% برضا الطرفين. هتاخد من مرتب العامل 80% ولا 20%؟ لا 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 لا، حوالي 7%. انا قلت هياخد ايه يعني 7% شهريا ولا مره وخلاص؟ لا، هو 7% طول الشهر، ما انا كده شغال معاهم ومتحمل مسؤوليه العمال. وانا القائم على كل الاداره، يعني الاداره الشامله كلها انا القائم عليها. يعني ده 7% دي شهريا يا اخ سيد. وانا شغال معاهم برضو، انا القائم على اعمالهم وتنظيم العمل والاشراف عليه، مقابل ان حضرتك اللي كنت سببا في وجودهم في هذا العمل. وانا اللي شغال برضو معاهم تلف عليهم، وانا اللي بقوم بإدارة العمل برضو. طيب حاضر، حكم 7% دي ايه؟ فامان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ندعو للميت يعني لميتنا كده وحده، أم نجمع في الدعاء شيخي كريم؟ الدليل واضح في سورة نوح عليه السلام، قال نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. إذن حينما تدعو تجعل لنفسك نصيبا، أولا لنفسك أنت، ثم لأقرب الناس إليك. رب اغفر لي ولوالدي، أولى بالدعاء الوالدين، ثم لأهل الإيمان ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم أمين. إذن هذا هو الترتيب الذي جاء في القرآن الكريم. جزاك الله خير، اللهم اغفر لنا ولهم يا رب. آمين. الزوج يسيء إلى الزوجة، نعم، امتنعت عنه في الفراش، نعم، فهل لا هذا أم تلعنها الملائكة شيخ؟ لا طبعا لها هذا 100%. لماذا؟ لأن كما لها عليها واجبات لها حقوق، فالزوج إذا أساء إليها وعملها بغير معروف، وعاشروهن بالمعروف. هو هنا الزوج نشز، هو الذي أساء النشوز له، ليست بعيرة هي ولا أنعام، لابد أن يتلطف معها، ثم بعد ذلك يطالب بواجبات بحقوق. النساء شقائق الرجال بالضبط. كما أخبر المصطفى كما أن عليها واجبات لها حقوق، فلا تسقط أنت حقوقها ثم تطالبها بواجباتها، هذا ليس من العدل والإنصاف على الإطلاق. تسيء إليها وتسبها وتهينها وقد تضربها، ثم تريد أن تضاجعها مضاجعة البعير، من الذي يرضى بهذا؟ نعم. إسلامنا لا يجوز ذلك، هذا ضد المعاشرة بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف. نعم، الأمر هذا واضح. نعم، تحفظ أو أبناءها القرآن الكريم، فماذا تفعل أثناء يعني العذر الشرعي؟ هل تقرأ القرآن وتعلمهم القرآن في هذه الأثناء؟ عندها وسائل عديدة تحفظ دون أن تمس المصحف، إما من هاتف معمول فيه القرآن، وإما من غيبات من زينها، أو بحائل، نعم، أو من كتاب تفسير. عندها وسائل كثيرة فيها القرآن موجود. نعم. المحظور عليها مس المصحف مباشرة بس بلا حائل. جزاك الله خيرا. نعم. أختنا أيضا تسأل وتقول، ما حكم وضع المال في بنك فيصل الإسلامي وحكم الفوائد؟ هل تأكل وتشرب؟ هو أنت عارف رأيي في هذه المسألة، أبو ظبي الإسلامي وفيصل الإسلامي بنكاني. نعم. إسلاميان عندهما أنظمة أو لجان شرعية تحقق المعاملة بالطرق الشرعية، مضاربة مشاركة مرابحة على حسب القدرة والطاقة في إطار القانون الموضوع لهما. فإن كان البنك المركزي يفرض عليهما مخالفات لا تكلفة إلا بمستطاع، لكن تجربة نريد أن ندعمها وأن نزيدها، فلا بأس على الإطلاق أن تضع، طالما أن البنك يرفع شعار أنه إسلامي
وإذا خالف فالإسم عليه هو. إذن يجوز أن تتعامل. بعض الناس لما بنشرح ربما يقول طب أنا أعمل إيه؟ إذن تتعامل مع البنك المسؤول، تعامل بنك فيصل وبنك أبو ظبي وتأكل البنوك الإسلامية وتشرب من الأرباح أو الفوائد، وهي الأنظمة المعمولة في هذه البنوك لجان شرعية مسؤولة عنها. جزاك الله خير دكتور. الأخت مياسر تعمل يعني هي محامية، ولعل في فترة من الفترات بسبب الـ يعني الولادة والرضاعة وكده لم تعمل في السنتين اللي هم بيكونوا تحت التدريب، فالآن تريد أن تكون عضوة في النقابة المذكورة، فتحتاج إلى ورقة. هذه الورقة سوف توضع لها جلسات لم تحضرها هي بنفسها، فهل هذه تكون جائزة؟ لا أستطيع أن أفتي بالجواز. ليه؟ لأن المسلمين عند شروطهم، هذه شروط وضعتها النقابة، شروط. هذه شروط منطبق علي أم غير منطبقة؟ أما أننا أتخذ الحيل غير الشرعية أو الحيل أو أكذب في كلام غير لم يحدث، لا أرى بالجواز. جزاك الله خيرا. أمة الله ابنتها ما شاء الله ولدت، وضعت قبل رمضان الماضي بعشرة أيام فلم تصم، وإن شاء الله رمضان القادم لعلها تصوم إن شاء الله تعالى. ولكن ماذا تفعل في رمضان الماضي؟ هل شيخ كريم تكفر تخرج الكفارة عنه أم ماذا تفعل؟ بص يا مولانا، إذا استطعت أن تقضي قبل رمضان الثاني فلا بد أن تقضي. طيب إن لم تستطع تؤجل القضاء طالما لها عذر إلى رمضان بعد رمضان القادم وعلي. لكن إذا كان عندها قدرة على القضاء ولم تقضي، قال العلماء تقضي وتطعم مسكينا عن كل يوم، عليها شيء عليها شيئان. يعني الآن هي استطعت أن تقضي تقضي قبل رمضان القادم، طب لم تستطع تؤجل القضاء إلى بعد رمضان. صلى القبول. آمين. صلى أن يبارك في الله وفي ذريتها وأن يحفظ المسلمين والمسلمين. آمين. حكم مشاهدة الأخت سألت هذا السؤال أمس، ولكن هي محتارة متحيرة في أمرها. القنوات في بعض القنوات فيها موسيقى، قنوات الكرتون والأطفال وكذا. نعم. الأطفال يريدون مشاهدة تلك القنوات شيخ الكريم. نعم. فماذا تصنع الأم؟ والله الموسيقى لابد أن كلام في حرمتها واضح بين لا نقاش فيه، كلام بالدف إذا كان هناك قنوات، هناك وسائل جديدة موجودة، سيديهات، كمبيوتر، قنوات تتعامل بطريقة. إنما أن أدخل موسيقى إلى البيت وأعلم الأولاد هذا أنا لا أرى. يعني تحاول قدر الاستطاعة أن تبحث عن. البعض يقول مسألة خلافية شيخ الكريم، موسيقى خلافية؟ قيل هذا. ابن الصلاح يقول أجمع العلماء على تحريم الموسيقى، أجمع العلماء على تحريم الموسيقى. نعم. ما فيش كلام. الغناء في خلاف إن كان بموسيقى كلام طيب لا يصعبه موسيقى جائز 100%. نعم. يعني تحاول أن تتعامل مع الموقف وتبحث عن بدائل، والبحث عن بدائل. وهناك قنوات بالفعل فيها كرتون بلا موسيقى بالضبط، وأحيانا يكون التحكم من الريموت. والكمبيوتر تستطيع أن تجيب سيديهات عليها غناء الأطفال بدف بطريقة شرعية. جزاك الله خير. البدائل موجودة متوفرة متاحة إن شاء الله. أستاذ عبد القادر السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ عبد القادر. والله عاد أكلم الشيخ لو سمحت. حضرتك معانا تفضل يا فندم. تفضل. والله يا شيخ أنا يعني في قنوات في التلفزيون بتيجي تمام بتقول كلام على المسلمين وعلى الإسلام تمام. طب انت بتروح للقنوات دي ليه؟ خليك معانا هنا الله يرضى عنا وعنك. السلام عليكم. معكم السلام. اهلا ومرحبا اتفضل. اهلا بك يا شيخ بارك الله فيك. اتفضل وفيك بارك الله. لو سمحت يا شيخ اسأل الشيخ يعني اولادي يحملون القرآن بس عندهم يعني تهوين في الصلاة بيأجلوا الصلاة الاخر المعاد. عمرهم اعمارهم قد ايه؟ يعني 16 18. ربنا يحفظهم يعني. ربنا يحفظهم يا رب. واطلب من الشيخ يدعي لي بالهدايه يعني ولاد المكان يا رب في كل مكان. يا رب لنا جميعا. السلام عليكم يا امه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا مرحبا يا اختنا تفضلي. بعد اذن حضرتك يعني انا عايزه رقم رقم الشيخ مع الشباب في غرفة التحكم في الكنترول في أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور أسامة متعكم الله وصحة والعافية. أم مشاهد
أقارب الزوج شباب يتصلون عليها لاطمئنان، كلهم شباب محترمون يتصلون عليها، وأحيانا يعني لاطمئنان عليها وعلى ابنتها وعلى قريبهم، فما الحكم في ذلك شيخ؟ لا بأس إذا أمنت الفتنة. والزيارة في وجود أمها يعني هل يذهبون إليها في غياب الزوج؟ صحبة أمنة أدام أمها موجودة وبنتها موجودة وهي موجودة، والزيارة لها ضابط شرعي خلاص. بالضابط الشرعي. بالضابط الشرعي. السلام عليكم. أخت سرية السلام عليكم، تفضلي. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا يا أختنا، تفضلي. لو سمحت أنا كنت في الحج السنة دي. ما شاء الله. وبعدين كنا في الحرم. فطبعا الحرم كنا الشباشب بتاعتنا ضاعت مننا في الحرم. واحنا بنطوف وجعت مننا في الطواف. سامعني يا شيخ؟ ايوه اسمعكم. وبعد كده اضطرينا ان احنا طبعا معناش حاجه من البيت، فاضطرينا ناخد فيه شباشب كتيره مدفونه كده على الجنب كده، خدنا منها شبشب، فواحده قالت لنا ممكن تستعملوه لغايه اخر الحج وبعدين تجيبوه اخر في اخر في طواف الوداع يعني. فاضطرينا ناخد شبشب من الشباشب المركونه دي كتيره خالص مش بتعرفينها بتاعت مين، اضطرينا ناخد الشبشب ده خدها معانا طول فتره الحج لغايه ما رحنا نعمل طواف الوداع وحطينا الشبشب مكانه. يا ترى فيه زين علينا ذنب فيه ولا؟ حاضر يا اختنا، فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، الاخ سيد هو وسيط بين شركه وعمال. نعم. وياخذ نسبه 7% من العمال مقابل أنه المدير عليهم وأنه هو السبب في جعلهم يعملون في هذا المكان، فما الحكم؟ إذا كان هناك شرط واضح بين في ذلك هم وافقوا على هذا وهو وافق على هذا، المسلمون عند شروطه، المسلمون عند شروطه، طالما أن الشرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. هذا الشرط أنا أقول لك يا شيخ أحمد أنا أشتغل وسيط عند شركة وأسعى لك في تأشيرة، وإن جئت إليك بالتأشيرة لي 7% شهريا من دخلك، أكيد في النفس يكون فيها أشياء يا شيخي الكريم. لا توافق؟ نعم. قل لا أوافق، يعني أصلي لو هي مرة مرتين ثلاثة لكن هذا في إجحاف طبعا. هتكون كل مرة أنا كراجل يعني تعبت هشعر أن في حد بيأخذ مني مالي عنه. بالضبط كده. هذا الشرط فيه إجحاف لا شك، لكن إذا وافق لا بطيب نفس. تمام. لا يحل اخذ امرئ مثل مال امرئ الا بطيب نفس منه، يعني يعود اليهم ويرى الى الشروط. شروط المسلمون عند نفسه ولا لا؟ المسلمون عند شروطه. جزاك الله خير. لكن بشرط يا شيخ احمد ما يكونش هناك اجحاف واستغلال لحاجه العامل واكراه واجبار على هذا الشرط. نعم جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك. اولادي يحملون القران ما شاء الله، ربنا يحفظهم لك يا اختنا، ولكنهم يؤخرون الصلوات عن وقتها. هما بنتين يعني هما بنتان 16 و18 سنة، النصيحة لهما شيخي الكريم؟ والله النصيحة أن هذا أمر عمت به بلوى في ديار المسلمين، تعظيم أمر الصلاة. أول شيء المخاطب أولياء الأمور، أولياء الأمور هم أولى الناس بالمحافظة على الصلاة في وقتها وبصف الأولاد والصلاة بهم وبزجر وترهيب من يترك الصلاة. يحفظ القرآن ولا يصلي؟ ما الصلاة هي محور هذا الدين، عمود هذا الدين، من ضيعها كان لما غيرها أضيع. أول ما حاسب عنه المرء يوم القيامة الصلاة كما تعلم، فإن صلحت صلحت وصلح سائر عمله، وإن فسدت فسدت وفسد سائر عمله. فسد سائر عمله. فما أحفظ القرآن وأنا لا أصلي؟ أصل القرآن يأمرك وأقيم الصلاة، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إذن القرآن، إذن أنت تقرأ دون أن تنتفع دون أن تنزجر. فالصلاة ثم الصلاة، وآخر وصية النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته الصلاة الصلاة، وكان يقوم بعد أن يغمى عليه يريد أن يصلي جماعة بالمسلمين. حتى في القتال يا شيخ أحمد عند التحام الصفوف لم يرخص الله عز وجل لنا بترك الجماعة في ساعة القتال. ليه؟ لأهمية تعظيم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
وهي شعيرة الأنبياء شيخ أحمد. زكريا نادته الملائكة وهو قائم يصلي، إبراهيم قال رب اجعلني مقيم الصلاة، إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان يأمر أهله بالصلاة، عيسى قال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، موسى قال لما نداه الله الوادي المقدس طوى أقم الصلاة لذكري. إذن الصلاة هي شعيرة كل الأنبياء ولا حظ في الإسلام لتاركها. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، سلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. الاختصار الحمد لله كانت في الحج، ربنا يتقبل يا رب العالمين. أثناء الطواف يعني النعل أعزكم الله ضاع في الزحام وكذا، نعم نعم، لأن نقول سرق لكن نقول ضاع. فأخذوا بديلا حاجة متروكة استخدموها حتى نهاية هذا خطأ شديد. حكم الحج وحكم الفعل، الحج صحيح إن شاء الله ولا شيء عليها، لكن هذا خطأ شديد كان يجب عليها. أو أول حاجة لا تأخذ من الحرم شيئا وتشتري من أمام الحرم لها شيئا جديدا تستعمله، وإن أخذت هذا الشيء تأخذه في مدة وجيزة جدا إلى أن تصل إلى المحل تشتري ثم تعود به، لأن هذا له صاحب. مش ممكن له صاحب وضعه في هذا المكان وسيأتي إليه بدون في الميز له صاحب. تمام. يعني لو كان الفعل فيه خطأ الكفارة التوبة والاستغفار والندم مش في حاجة إن شاء الله. التوبة حجها صحيح ولا شيء فيها والندم والأسأل القبول آمين والتيسير. الله يبارك فيك. اللهم أمين يا رب العالمين. دكتور أسامة سليمان متعكم الله بالصحة والعافية. جزاك الله خير. أسأل الله عز وجل أن يحفظكم بحفظه. الله يجزيك خير. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، إن شاء الله تعالى ليلة في برنامج أهل الذكر والدكتور محمد حسن عبد الغفار حفظكم الله جميعا إن شاء الله تعالى. هذا بالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.